اوكي ردي؟ ردي. اوكي تفضل. بسنة 1997 السفيرة الأمريكية بمصر فرانسيس دي كوك طلبت من جلالة السلطان قابوس يقدم أرض للمدرسة الأمريكية، وفعلا جلالة السلطان بكرمه قدم الأرض اللي نحن موجودين عليها اللي عم بتصوروا عليها هلا، وعملنا مخطط عام لإنشاء مدرسة أمريكية. شو كان السؤال بعد غير هيك؟ طيب خبرنا انه كيف فتحتوا المدرسة وكيف صار، كيف اجت فكرة المدرسة؟ بس خلصنا المخططات وحضرنا وضع حجر الأساس، شاءت الصدف انه الرئيس جورج بوش الأب كان موجود بالمنطقة وطلبوا منه يجي يفتتح المدرسة ويحط حجر الأساس، يوضع حجر الأساس للمدرسة، وفعلا لبى الطلب واجا وضع حجر الأساس، وكان رفيق ابني بعده بالصف الجري 2 الصف الثاني، وعندنا بعد محتفظين ببرنايطة ما موقع له اياها الرئيس بوش لرفيق. من هذاك اليوم المدرسة دايما عندها دعم من السفارة الأمريكية ومن مكتب التعليم العالمي اللي هو جزء من وزارة الخارجية، يعطونا الدعم بكل المجالات لحتى المدرسة تتطور وتتحسن بصفة مستمرة. اوكي That's it. لحظة عملت كات؟ اوكي كان امامي كلب بالاخر. اوكي okay.